أريد أن أؤدي العمرة عن أبي المتوفى، كيف السبيل إلى ذلك وكيف يكون إحرامي ونيتي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت قد حججت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن والدك أو أن تحج عنه، وهذا من البر به. والعمرة عن والدك مثل العمرة لنفسك، تفعل فيها كما فعلت في العمرة لنفسك، كذلك الحج تفعل فيه كما فعلت عن نفسك، بأن تحرم من الميقات أو من المكان الذي تنوي منه النسك، ثم تؤدي المناسك، مناسك العمرة أو مناسك الحج، كما أديتها عن نفسك في الأول، إلا أن النية عند الإحرام وعند أداء المناسك تكون عن والدك، النية تكون عن والدك، نعم.